السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير في الصحه وبعافيه ان شاء الله. كما راكم تشوفوا اليوم الطبق تاعنا راح يكون بالسمك، وثاني كان فيديوهات درت لكم في تنظيف هذا النوع من الاسماك. وما تنساوش ديروا اشتراك وتضغطوا على جرس التفاعل باش يوصلكم الجديد. سلام البنات، بون اليوم كيما راكم تشوفوا راني راح ندير وصفه بالكوت بعد ما نقي بيها فيها. هذه اللي كان صايدها الوالد. دوك كيما راكم تشوفوا راح نبدا نقيها، نحيها الدفار. نحي لها هذا ثاني اللي من تحت، هادو سي دي دورات. فوالا نحي لها هادو، نزيد نحي لها هادو تاني. ماشي كاينين وكاينين اللي ما يعرفوش ينقيوها، يدومونديو من البواسونغي ينقيها لهم، وهي فريمون سهله. تبداو بالجناح هادو كامل تنحيوهم، توسكي على الاكستيريور نحيو لها هادو كامل. نزيد نحيو الجناح، نحيو لها الدفار، بعد نحيو لها لي زيكاي ونقيوها من الداخل. نزيد نحي لها هذا اللي في السلسله هنايا واللي من تحت، ونقي لها لي زيكاي. هي شويه تعذبات باسكو فيها لي زيكاي تزلق، مي بون فوالا. فوالا نزيد نحي لها هذا اللي من تحت، ودوك نحي لها نبدا ندير نحي في لي زيكاي. وبيان سور بلا ما ننساو الدفار تاني نحيوه، جوست يكون عندكم مقص مليح باش يعملك. فوالا البنات، بعد ما نحيت لها الجناح كامل فوالا، دوك نحي لها نبدا نحي لي زيكاي كيما هكا نبرشوها. كله برك خصو يطير في الدنيا كاملة. فوالا فوالا البنات، انا قاعدة نحي لها بلي زيكاي. فوالا ما يبانيش باسكو تبريي. فوالا دوك يا البنات نفتحها منا من الوسط ونقيها. دوك يا البنات جبت لها هذا اللي في الوسط، نحلها تاني لي ماجوار، هادي المارينينا. فوالا البنات، بعد ما فرغتها نشللها ونكمل اللي بقاو لي كامل كيف كيف. فوالا ونتلاقاو دركا في الوصفة حبيباتي بعد ما نكملهم. فوالا بعد ما نقيت الحوت، وهي من اللحوم من الأسماك البيضاء، من لي بواسون بلون لي دو هادو دي دورات. وهنايا قطعت حبة ليمون، حبة قارص، البطاطا قصيتها تاني دي رونديل قصيت على شكل دوائر، عندي حبة بصل تاني قصيت على شكل دوائر، وحبة طماطم تاني قصيتها على شكل دوائر. وهنايا عندي معدنوس، زبدة وسنون ثوم، وعندي الماء باش نسقيها
وهنايا بور لي زيبيس عندي ملح فلفل كحل وراس الحانوت دائما يمشي مع الحوت. ما نكثرش انا لي زيبيس باش ما نخرب ما نحيش لوغو نتاع لي بواسون تاعي. دركا نحط شرائح البطاطا نملحهم ونفلفلهم مليح باش يدخل فيهم الملح. لا تخدع نملحها نزيد نحط فلفل كحل ونخلطهم مليح. باسكو يكون ملحها من الفوق كي نفض ندريسي البلان تاعي ملحها ما يدخلش فيها مليح كامل هكا. وتاني اللي يحب يحط فيها الران تقدر تحطوا فيها تاني الران ولا الزعيد ترى. نزيد نملح الحوت نملحها ماشي بزاف باسكو ديجا كنت تاعي مليحه. ودركا نشلح الحوت تاعي من الفوق مع نروح تزلق لي فوالا ونجيب البلاط ونحطها هنايا في الوسط. نزيد نكمل قطع تاع الطوماطيش وحبه بصله وحبه ليمون. انا نحب نرافقها بزاف مع البطاطا باسكو تجي بنينه بزاف وكل واحد واش يحب يدير معها تقدروا روز ثاني يجي بنين. نحط شرائح الطماطم هنايا نزيد نحط البصلات نتاعي حطو كيما بغيتو ماشي لازم تزيد تفوغي. صدقوني تجي بزاف هايلة وناس كيبدا معروفين بزاف بالحوت وكل اصلا تعرف البطاطا في الفور بالحوت يجي عندها مذاق سبيسيال. نزيد الشرائح نتاع الليمون كنت قشرتها تاني باش ما تطلقليش المرورة. واللي يحب يقدر تاني يمارينيها كل واحد هذا اختياري كل واحد وذوقه. عندي هنايا سنون ثوم راح نقصهم برك باش ما تروحليش هذيك البنة. نحط الهتوم وما تكتروش لي زيبيس بزاف باسكو ينحي لكم المذاق نتاع الحوت هذيك. نحط شويه في مصفاه باش تطلق لي هذيك البنه ونحط المعدنوس تكوني تجي بلا ما تماريني والحوت تاعها والو تجي فريمون بنينه. هذاك البصل والثوم برك اللي يبين لك لاصوص نتاعك. فوالا دوك نقص الزبده ما نكثروش باسكو راح نزيد نحط لها شويه زيت جست باسكو الزبده تطلق تاني البنه بصح ما نكتروش. دركا نزيد نملحها شويه برك نزيد شويه فلفل باسكو الفلفل نتاعي حار بزاف
ونزيد راس الحانوت ونحطها نمرقها شوية بالماء ما بارد نورمال غير كان بعد نشفت لكم راه سخنوا لها الماء وسقيوها وبلا ما ننسى الزيت تاني ونحطها تطيب ونتلاقاو البنات في صحن التقديم. فوالا البنات بعد ما طاب الطبق اللي كنت حضرته البطاطا في الفرن بالسمك ان شاء الله نالت اعجابكم وكاين عم بالي اللي يعرفوها بزاف جربوها بزاف بنينه وهايله وسورتو السمك عنده بزاف فوائد ونقول لكم السلام عليكم وشهيتكم في جنة حبيباتي.